قال رحمه الله: قال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رحمه الله: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. قال أبو عمرو الأوزاعي رحمه الله: عليك بآثار من سلف، أي إلزمها وتمسك بها وحافظ عليها وكن متبعا، وإن رفضك الناس، أي وإن لم يقبل الناس طريقتك أو عابوا مسلكك، فإنك لا تزال على خير ما دمت متبعا للأثر. وإن المرء على طريق قوي ما دام متمسكا بالأثر. فيوصي رحمه الله بلزوم آثار السلف واتباع هديهم، وإن رفضك الناس أي وإن ذموك وعابوك وحطوا من شأنك لا تبالي بذلك. وإياك وآراء الرجال، وإياك وآراء الرجال، والمراد بالآراء أي الآراء التي ترد بها النصوص، الآراء التي تحدث بها البدع، الآراء التي يزين بها الباطل. فيجب على المسلم أن يكون على حذر من هذه الآراء، وإن زخرفوه لك بالقول، لأن صاحب الباطل لا بد أن يزخرف باطله بالقول حتى يقبل. الله جل وعلا يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك وما فعلوا. ماذا علينا؟ فذرهم وما يفترون. وهذا المعنى الذي يذكره الأوزاعي مستمد من هذه الآية: إياك، مثل ما قال الله، فذرهم وما يفترون، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول. إن زين باطله بزخرف قوله وتنميق عبارته وتزيين كلامه لا تغتر. وكم من أناس يغترون بزخرف القول فيقعون في فخاخ أهل البدع والأهواء والضلالات. نعم.